ابن عبد الملك. هشام بن عبد الملك خليفة أموي استدعى رجلا ممن يحبهم هشام، وكان هشام قويا وفي عينيه رحمه الله شيء من الحول، شيء من الحول يعني قدري خلقي. ولذلك لما قيل له شيء من هذا في الشعر غضب، فجاء إلى رجل وقال له إنني سأوليك خراج مصر، فأنا عرفتك صغيرا وتابعتك كبيرا، وذكر مدحه لهذا الرجل. الرجل لم يكن يرغب في أن يصل أمره إلى أن يصل إلى أن يكون بيده خراج مصر، فاعتذر من الخليفة، اعتذر من هشام. فغضب هشام، يقول الرجل فنظر إلي شزرا وفي عينيه قبل، الرجل مؤدب ما قال حول، قال وفي عينيه قبل، يعني هو بهذه الصورة وينظر إلي نظرة غاضب نظرة شزر أمر يختلف. فقال هشام يقول للرجل لتلينها، أي خراج مصر، طائعا أو كارها، طائعا أو كارها باللغة الدارجة العامية اليوم يعني غصبا. يقول فتركته حتى سكت غضبه، ثم قلت له أمير المؤمنين أتكلم؟ قال تكلم. قلت إن الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال نعم. قال فوالله ما أكرههن إذ اعتذر ولا أجبرهن إذ أبين، يعني إن الله عز وجل أمر السماوات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة، عرضها عليهم فاعتذرت. فقال له إن الله لم يكره السماوات والأرض على أن تحمل الأمانة، فعلام أنت تكرهني على خراج مصر. فاستلطف هشام جوابه وقبل عذره وأعفى. الإنسان أحيانا لا يحسن أن يقول لا هكذا إذا أراد أن يعتذر، اللهم إلا ما فيه ضيم أو فيما فيه طلب مال. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وعمر يقول يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. لكن نتكلم نحن في تعاملك مع والديك، مع رئيسك في العمل، مع إخوتك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع من هو أكبر منك، مع من هو حق له حق عليك، كيف تعتذر؟ لابد للإنسان أن يقدم لنفسه، الله يقول وقدموا لأنفسكم. فانظروا إلى هذا الرجل كيف قدم اعتذاره، أتى بآية شرحها بينها ثم أقنع أمير المؤمنين بعذره، فاقتنع أمير المؤمنين لأن الرجل تلطف، والتلطف أمر قرآني وليتلطف. وقديما يقول زهير بن أبي سلمى في بيت خالد من أبيات الحكمة: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمنسم. الإنسان إذا بقي صلبا لا يجامل ولا يحسن الاعتذار ولا يحسن الإقبال ولا يحسن الإحجام يكسر، يكسر. ولهذا قال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمنسم. وهذا يقولها رجل مجرب، وقد كان زهير تسمى أبياته حوليات، يمكث السنة والعام كاملة يراجع القصيدة حتى يخرجها للناس. وهذا من أبيات قريبة في الحكمة لها، قال في ميميته الشهيرة المعروفة بالمعلقة، قال: ومن هاب أسباب المنايا يلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن لا يذد عن حوضه بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا كله قال في حكمته التي خلدها في قصيدته أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، وهي معلقته الميمية.